قد وصلنا الى ان السي حميد شبر قد حصل على 478 صوت، في حين حصل السي عبد الواحد الفاسي على 458 صوت، اي بفارق 20 ديال الاصوات. تلك هي النتيجة التي أفضت إليها صناديق الاقتراع التي احتكم إليها الاستقلاليون، نتيجة خلقت أجواء من الحماس والفرح ومنحت المرشح حميد شباط منصب الأمين العام لحزب الميزان لولاية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد. أن هذا اليوم هو يوم مشهود ويوم تاريخي في تاريخ حزبنا الحافل بالإنجازات والانتصارات. هذه الديمقراطية اليوم هي التي نجحت، ونحن جميعا كاستقلاليات واستقلاليين نفتخر بأن الديمقراطية هي اللي نجحت اليوم. الاستقلاليون أجمعوا على أن انتخاب حميد شباط لن يؤثر على وحدة الحزب، ولن تترتب عنه انسحابات أو انشقاقات في صفوف الاستقلاليين. هناك أحد المرشحين الذي فاز وهو الأخ حميد شباط، فنتمنى له التوفيق في عمله، ونتمنى أن يسير في طريق الحزب الذي رسمها أباؤنا وأجدادنا وعلى رأسهم علي الفاسي. يجب أن يصبح منذ اليوم الأمين العام لجميع الاستقلاليات والاستقلاليين بدون أي ميز أو فرق. هذه وسيكون سر نجاحه أولا هو أن يكون أمينا عاما لجميع الاستقلاليات. أشغال المجلس متواصلة، حيث سينتخب الاستقلاليون أعضاء اللجنة التنفيذية وسيصادقون على وثائق المؤتمر.